ماذا يحدث في السودان؟ What's happening in Sudan؟ 4 مليون سوداني اضطروا انهم يهربوا من منازلهم في الخرطوم في دارفور للولايات الآمنة. 12,000 citizens dead. Women are seeking contraceptive measures in fear of being raped, like many others who already have been. 3 million children forcibly displaced in the world's largest child displacement wave. أكبر أزمة تعليمية في العالم هي في السودان. 19 مليون طفل خارج المؤسسات التعليمية، وأكثر من 7.5 مليون طفل لا يستطيعون التحصل على ماء الشرب النظيف. اقتحمت ميليشيا جنجويد أو ما تسمى بقوات الدعم السريع مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، فمارست هوايتها المفضلة في النهب والسرقة وترويع المواطنين وسرقة ممتلكاتهم العامة والخاصة والقتل العشوائي والتهجير القسري. والي غرب دارفور عبد الله أبو بكر من قبيلة المساليت صرح أن الوضع في الجنينة كارثي، وأكد أنه لا توجد أي مستشفى تعمل، وللأسف لا توجد أي وسيلة لدفن الموتى، وذكر أيضا أن عدد المصابين تجاوز 3,000 مصاب. وبعد ساعات من تصريحاته اقتادته الميليشيا من مكتبه وقامت بتصفيته بطريقة بشعة، وبث فيديو يظهر جثمانه الغارق بالدماء. 500,000 سوداني نزحوا لولاية الجزيرة منذ بداية الحرب، وفي الأسبوع الفات استباحت جنجويد الولاية دافعا من النازحين الهرب مجددا والبدء من الصفر. Currently 70% of hospitals in Khartoum, Darfur and currently Jazeera are out of service.